بسم الله. النهاردة معادنا مع برنامج قوي جدا، أداة بتضاف للريفت بتخلي الرندر قوي وسريع. يعني مثلا أنت رحت اجتماع فعايز توري العميل المبنى دوت، تمام، بس عايز توريه بشكل يقدر يفهمه كويس. فإنسكيب ده برنامج قوي، بتقدر تختار أنت عايز أنهي منطقة هي اللي تقدر تشتغل عليها، أو مثلا الليفنج روم، الحاجات اللي هي معمولة 3D، وبعد كده بقول له ستارت. بس كده بيقول لي انت اني نسخه، طبعا بشتري النسخه لسه بجربها، وبيقول لي دوس سبيس لو انت عايز تغير من المشي للطيران. جاب له الغرفه، فتقدر تمشي تعمل زوم، تقرب، تبعد، تشوف المبنى زي ما انت عايز. تقدر تمشي من خلال ال W S و D، وبعد كده في سبيس لو انت عايز تجرب موضوع الطيران. كنترول بيخلي المشي أسرع، طيب خلينا نجرب مكان تاني. كل اللي أنا أعمله إن أنا أقول له طب أنا عايز الكيتشن مثلا، المطبخ، ده المطبخ بس مفيش أكل، فيه أعتقد إزازة عصير هنا. فتقدر تشوف الشغل بطريقة أشيك، بحيث إن هو يقدر يفهم القصة، العميل يقدر يفهم، بدل ما أنت كنت موريه حاجات 2D، لأ ده كده بقى معمولة بطريقة رندر قوية جدا. سهل جدا ان انت تروح من غرفة لغرفة من خلال انت تبدل. ممكن تعمل انيبل للفيرشوال رياليتي لو عندك انت موصلها، ممكن تعمل اكسبورت فيديو للشغل بتاعك، ممكن تشوف الشغل ده بانوراما، ممكن تتحكم في الصوت، في سيتنج للاعدادات بتاعت البرنامج. هو الرندر بتاعه هايل الصراحة، ما بياخدش وقت وبيعمله بشكل جميل. بالشكل دوت كأنك يعني بتلعب لعبة مثلا زي ميدل أوف أونر، أو لعبة من ألعاب القتالية ديت.